شعار اسود ومنيل؟ خلعتي جوزك يا بنت؟ الرجل الواطي بعد 10 سنين دي كلها وهو فقران وعتمان ومش لاقي ياكل، اول ما ربنا يديله يروح ياخد بنت قد بناته؟ جبتش ايه من بره؟ ايه الجديد على رجالتنا؟ رجالتنا يا حبيبتي كلهم كده، ده النقص فيهم في دمهم. لا هو انا سبته ده، انا وريت النجوم في عز الظهر لغايه ما خلعته زي الشبشب ابو صباع من رجلي. عملتش ايه؟ احكيلي. اقولك، عرفت ان هو راح يقابل البنت بتاعته في مكان ولاد الحلال دلوني عليه، رحت مكلمه الشرطه من تليفون في السنترال واديتهم مواصفاته وقلت لهم في هناك ارهابي ومعاه قنبله، لاجل حظه المهبب كان معاه لفه قال ايه جايب لها هديه. دخلت عليه الحكومه ظبطته متلبس باللفه، اداله يومين في القسم طلع ايه ناسي نفسه، لما طلع ما رضيش يدور البيت ما بقى رد سجون. طول عمرك شرانيه. انت فاكره ايه؟ طب ناويه بقى يا بنت تعملي ايه؟ ما فيش يا اختي، انا قلت يا نقعد عندك يومين لغايه كده ما اشوف عريسين كده متريشين وحلوين للبنتين واجوزهم واخلص واخد نفسي. طب والمتريشين العرسان دول هنلاقيهم فين؟ البركة فيكي، أكيد في الحارة في حد كده ولا كده، واد متريش واد متظبط. في الحارة؟ الحارة كل اللي فيها غلوبه، كلهم بيستنشقوا التراب ويكحوه ويستنطقوه. البنات يا حبيبتي عشان يتشافوا ويتشقطوا بره يشتغلوا، يبعدوا عن الحارة واللي فيها. وماله يا أختي؟ يشتغلوا، ينزلوا من بكرة يدوروا على شغل، وأقول للواد كونو ينزل معاهم ياخد باله منهم. أيوه. أصحيح نسيت أقول لك، انا طردت الواد كونو علشان البنات يبقوا براحتهم. هو متعود على كده. هو الواد كونو رجع؟ انا مش سهل. اسالوا عليا، اسالوا عليا يا لكم حرص، مش سهل. اسال عليا يا طويل، مش احنا اللي حطينا القنبله؟ الجزار هو اللي حطها والله، الجزار. يا خافي اعترف، لو اعترفت ان احنا اللي حطيناها هيوقفوا التعذيب. كفايه كفايه، حرام عليكم، كفايه ضرب وضرب. يا جدعان والله انا مش سهل، انا مش سهل. الحمد لله. ايه ده؟ هو انت خير يا جزمه؟ فجاعه. انا ايه رايكم في الفجاعه دي؟ ما كده يا معلم خيري، واحنا اللي كنا جايين نتفق معاك ازاي نقسط المبلغ. اكتم ياه، تقسط بقيه المبلغ؟ هي فيها قصتها ورحمه امك لقسط دماغ انت وهو وهو. يا الله عرق ازرق يا بكتوريا، ريحة المعفنة دي. انت مت ولا ايه معفن؟ لا والله العظيم بس انا عندي مناعة. تعالى انا بحبك، تعالى اخرم لك ودنك. لا لا والنبي، والله اعمل، والله اعمل حشو جزور والله. لا لا تهاني. ايوه. بقول لك ايه، هو الواد كله مش هيعدي علينا كده خالص؟ من ساعه ما جه ما شفتوش، وبعدين مش انت طردتيه؟ تلاقيه متلقح عند الواد حرص ولا الواد بكتيريا. طيب انا كنت عايزاه ينزل من بكره يشوف شغل البنات، هو ما معهوش الموبايل؟ لا مغلق، اتصلت بيه مغلق. يا واد يا بكر، يابا عايزه يا ست. ست ايه يا واد؟ انا خالتك. لا برضو ست. طب بصي يا غلباوي، تقبي وتختص حالا تشوف لي فين كونه. طب ما انا عارف مكان. فين؟ عند بكتيريا؟ لا. عند حورس؟ لا برضو. امال فين يا منيل؟ هات 100 جنيه وانا اقول لك. 100 جنيه في عينك، قول لي فين بقى. كونه وبكتيريا وحورس متعلقين عند خير جزمه. مت ايه؟ فين؟ متعلقين عند خير جزمه. ليه؟ ما لهمش اهل. قوم هات لي الطرحه، قوم. انت مش هتيجي معايا؟ المسلسل لسه مخلصش، بصي معلقين سنجام ازاي يا باردة. حبة عين امك يا سنجام. ايه ده، انتوا بقيتوا سوبر لوكس؟ حلو قوي ده. ايه ده؟ الحقينا يا خالته، الحقينا يا امو. ما تلاقوش عيال، ايه اللي انت عامله في العيال ده يا ريس بولغ؟ فهد الابيض، سيدة الأنبوب المتفجرة، بس أنا اسمي جزمة، لو بق تاني قال لي صارمة دي ولا بولغة غير البق ده أنا كنت فلطحت. ما فرقتش حاجة يا أخويا زي بعضها، نزل العيال دول دلوقتي حالا.
اوعى تكوني فاكره ان انا بعذبهم ولا بسلخ وراكم عشان هم ضحكين عليا في فلوس. لا انت دول زملاتي اصحابي، احنا بنلعب دي لعبه. مش احنا بنلعب يا هوريكي دور كده. بوليطة بوليطة نعكيشة نعكيشة عفينة عفينة زعنيفة زعنيفة. طب ايه ده؟ ابو كتوريا كان جعان، جبنا بيتزا راح داخل فيها بوجهه. شبعت يا عم؟ ما تلاقيش يا خالته والله، دي شويه تسلخات مفيش حاجه. نزل لي العيال دول دلوقتي حالا. ده انت تؤمر يا قمر؟ ده انا نزلهم من على المقطع مطلع. انا جامده قوي ولا نزل زملاتي. انا هفك نفسي هفك نفسي مشيئة الله. قيل بقى سقف للنبي. سقف للنبي اهو. بص يا جاي اهي جاي اهي بشده. انت عارف يا امهم انا كنت اخلي خيري جزمه ده سوى السيراميك في الحاره لولا ان انت جيتي. انا فكيت نفسي في الاخر. خدت بالك من الحته دي؟ ماشي. انا مش قادر يا جدعان، انا هموت وانام. يلا يا كونو. يلا شكرا يا خالته. لا يلا فين؟ ده انا عايزاك يا اخويا فوق تطلع لي. بجد؟ انت فاكرني هاجه بات عندك يلا يا ابنها ولا ايه؟ امشي يلا بوشك المقطع ده وبيتكم المعفن على بيتكم يلا. كده يا كونو؟ ماشي يا صاحبي. سلام. بقول لك يا امهم امانه عليك تسلمي لي قوي على يمنى وتديها لي بوسه فرنش فرايز. ما تلم نفسك يا ابني انت. اذا كان امهم ما اتكلمتش انت اللي متضايق؟ ده ايه ده العيله الغريبه دي؟ بص بقى يا كونو يا ابني تهاني. انا باصص بس ما تغلطيش في امي لو سمحت. يا واد بس اسمعني، احنا بصراحه كده لازم ندور لبنات على شغل. الله يحبك يا خالته. وانا مش مالي عيلة كراجل، ما انا بشتغل يا خالد. يا واد هو انت لاقي تاكل؟ احنا مش جايين مصر نقعد يا اخويا، احنا نتعرف على ناس وناس تتعرف علينا وكده. هو صح. وايه المطلوب؟ ندور للبنات على شغل مناسب. يعني عندك البت يسرى دي بت مسكينه ومن كسره وما بتقولش كلمتين على بعض. يبقى تشتغل في خدمه العملاء. انت عبيط يا كونو. ده بالنسبه ليسرى. بالنسبه بقى ليمنى عايزه لها ايه؟ لا يمنى دي بقى النوره المفتحه بقى. طالعه لي يا اخويا طالعه لامها. حلو. يبقى تشتغل خرصة أو في مكتبة أو خياطة. انت احول يا ولا. اعتمدي عليا يا خالته، اعتمدي عليا عشان كونه اسم صنعه تاريخ. يلا اطلع برا. اطلع مش عايز اشوف خليتك تاني. يلا برا برا اطلع برا. شكرا. سلام قولا من رب الرحيم. على بقيت الادب صحيح. برا القرف ده. ايه اللي انا فيه ده؟ هلا بقى ليله الادب. يابا انا رجعت يابا. ايه الصوت ده؟ مين؟ بكتيريا ابني؟ ايوه يابا. تعالى يا ابني. مالك يابا؟ مالك بتزعق ليه بس؟ تعالى يا ابني. ده واحد يا ابني من اللي بيساعدوني. الله يكرمه. الله يكرمه ايه بس يابا؟ ده انت مرمطت بكرامته الارض. هو اللي بيساعدك يابا بتشتمه؟ الله سيبك مني يا ابني. انا طمنا عليك، انت عملت ايه في السفريه؟ عملت فلوس كويسه؟ والقرض اللي انت خدته مني عارف الفوائد بتاعته بقت قد ايه يا ابني؟ قد ايه يا ابني؟ ايه بس؟ ارحمني يابا ارحمني. والنبي يابا انا راجع تعبان، هنام ساعه ولو عشت ابقى اقوم احكي لك. طيب يا ابني قوم قوم وبحكي لي لما تقوم. ماشي. مين؟ ايه ده يابا ده؟ انت مستني حد برضه يجي تهزقه؟ ربنا يبعت يا ابني، ربنا يبعت. القرض يا ابني، القرض، الفوايد. ايه ده؟ ايه اللي جابك يا عم ادريس؟ طردوني من البيت يا ابو موتى. ينفع بيت عندك؟ طبعا ينفع. يمنى يمنى. ايوه انا عايزه ارجع المنصوره، مش عايزه اقعد هنا. المكان ده اختي مش لدد عليا. عشان عبيطه يا بت. ده احنا هنا في مصر. مصر دي ام الدنيا. يا سلام يا اختي. طب ما المنصوره بردك في مصر يا بت. احنا هنا ممكن نخرج ونتفسح وننبسط. طب ما احنا هناك برضو كنا بنخرج وبنتفسح وبنبسط. يا باي عليكي.
بصي بصي يا بنت الخروجات هنا عامله ازاي والفسح. وريني كده. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ما هم مستحمين ونضافه هم وبيخرجوا ولافين ودايرين مع ان ما يبانش عليهم خالص. بس يا قبطان وهو ده اللي حصل. ومال وشك؟ لا انا حاطط شويه كريمات لتفتيح البشره. لا اتضربنا يا قبطان اتضربنا وبعدنا من خير جزمه. بس بصراحه انا اتبسطت في السفريه يعني. اكتر حاجه عجبتني الحمام. ده الحمامات هناك تحفه. ده الحمام طلع عندك من شقتنا. انا اللي حارق دمي وحازز في نفسيتي ان انا ما خدتش شهاده التقدير. كانت هتبقى اول شهاده اخدها في حياتي. انا كل اللي شاغل دماغي افروديت. يا ترى بياكلوها ولا بيجوعوها؟ بيحموها ولا بيعذبوها؟ كده انتوا حطيتوا ايديكوا على اول حاجه مهمه. السفر الحب. كل واحد فيكوا حب حاجه. انت حبيت الحمام وانت حبيت الكلبه وانت حبيت اللي يقدرك. بس للاسف حب من طرف واحد. بس مش عايز نواح ومش عايز ند. الفشل اول طريق النجاح. المركب عشان توصل للميناء لازم تواجه الاعاصير والامطار وكل الحاجات دي وانتوا بتهربوا من اول نسمه هوا. بس ما تقولش هربنا. بس احنا هربنا هربنا هربنا. اسكت بقى ما تعيطش. مرة في يوم من الأيام كنت راكب الباخرة بتاعتي وقامت العواصف واتقلبت الباخرة وكل اللي فيها غرقوا إلا أنا. بصيت كده بعيني لقيت القرش الأسود. أقرب أعوم بعيد عنه؟ لا واجهت. أنت يا عم أنت قول القصص دي مش فاهمين منك حاجة. وبعدين بعد ما القرش هجم عليك وانت هجمت مين كان التاني؟ مش فاكر. اصل انا فقت وانا في قارب النجاه. نعم يا اخويا. امال انت بتحكي بقالك ساعه في ايه؟ ايه الهدف من القصه؟ الهدف ان انا ما قربتش. اي نعم اغمى عليا ويمكن عشان كده ما كلنيش. بقول لك ايه؟ انت ليه عمال تسحلنا في قصص وحاجات وقرش اسود ومفيش حاجه اسمها قرش اسود اصلا؟ يا جماعة أنا فهمت القبطان قصده إيه. هو قصده اللي إحنا نواجه العواصف والرمال والحاجات المتحركة دي لحد لو طلع لنا يعني قرش أسود ناكله، صح ولا إيه؟ أغبية. هتفضلوا طول عمركم أغبية. أنا بقول لكم الكلام ده عشان لو سافرتوا مرة تانية تنشافوا وما تنخوش من أول ألم. لا أنا مش هسافر تاني. أنا قاعد هنا. إذا كان إحنا اتبهدلنا وإحنا جوه مصر، أمال لما نسافر بره هيحصل لنا إيه؟ أنا عن نفسي مش هسافر إلا لما تجيلي السفرية اللي تقدر مخي وإمكانياتي كويس. إيه ده؟ أنا عارف الطاجن ده كويس. ده مش طاجن مامتك. وبعدين انتهت المقابلة. اتفضلوا بالسلامة. ميعاد راحتي وجب. هات ايدك تعالى عد. يا دكتور.